السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع آية وحكاية. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نكمل مع بعض في الآية رقم 67 من سورة المائدة، وهي قول المولى عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ورد في الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة إسناد حسن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل منزلا كان الصحابة يختارون له شجرة كبيرة ينزل تحتها صلى الله عليه وسلم، ثم ينزل الصحابة تحت باقي الأشجار يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما هو كذلك إذ جاء رجل فاخترط السيف، سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان معلقه على غصن شجرة، فاخترط السيف فأخذه، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أفزعه من نومه، قال: يا محمد، من يمنعك مني؟ أي من يحميك مني؟ فقال النبي بكل ثقة: الله. فسقط السيف من يد الرجل فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وأنت من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ يا محمد صلى الله عليه وسلم. في رواية تانية عند الترمذي وسعيد بن منصور في سننه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرس، كان له حراسة خاصة به صلى الله عليه وسلم، إلى أن نزل نزلت هذه الآية: والله يعصمك من الناس. فأخرج النبي رأسه صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس انصرفوا، فقد عصمني الله عز وجل من الناس. يقول الحق جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله. لذلك صور دفاع المولى عز وجل عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت أشياء يعني تفوق الخيال. في يعني في صلح الحديبية، لما حصل الصلح الحديبية، وطبعا كان في بند غريب جدا جدا، الصحابة كانوا يعني متضايقين جدا منه، خصوصا سيدنا عمر بن الخطاب، لما كان في من ضمن البنود أنه إذا جاء رجل مسلم يريد أن يرتد فمن حق قريش أن تقبله، وإذا جاء رجل مشرك يريد أن يسلم فعلى النبي أن يرده إلى المشركين مرة أخرى. فكان بند صعب قوي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي من السماء وهو يعلم أين الخير، لأن الله عز وجل يطلعه على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وافق على ذلك. فلما جاء له سيدنا عمر طبعا معترض، بيقول له: ألست نبي الله حقا؟ والحديث رواه البخاري. قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إني رسول الله ولست أعصي وهو ناصري. يقين عند النبي صلى الله عليه وسلم أن المولى عز وجل لابد أن ينصره صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نشوف صور من دفاع الحق جل وعلا عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. كلكم يعلم كيف كانت عداوة أبي جهل للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أبو جهل كان بيعادي النبي صلى الله عليه وسلم عداء غريب جدا. في الحديث الذي رواه مسلم أن أبو جهل راح للمشركين عند الكعبة فبيقول لهم: أيعفر محمد وجهه بين أظهركم وأنتم تنظرون؟ هو محمد بيجي هنا وبيصلي وبيسجد قدام الكعبة وأنتم شايفينه؟ قالوا: بلى. قال: واللات والعزة لإن فعل ذلك لأطأن برجلي على عنقه. فلما جاء في يوم من الأيام فلقى النبي عصام ساجد، فجاء يعني بيقول لهم كلهم بيخبروا من هو سيطأ على عنق النبي صلى الله عليه وسلم. فالمشركين واقفين يشوفوا المنظر ده. فأول ما قرب أبو جهل من النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به فجأة وبلا مقدمات بيعمل كده وبيتقي شيء وبيرجع لورا كأن في حاجة جاية بتهجم عليه. فقالوا: مالك؟ فقال لهم: إن بيني وبينه لخندقا من النار وهولا وأجنحة. هو بس اللي شايف، أبو جهل بس هو اللي شايف، والمشركين كلهم ما هم شايفين. فلما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لو دنا مني خطوة واحدة لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. كانت الملائكة هتقطعه حتة حتة. فالمولى عز وجل أرسل الملائكة لحماية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون يا جماعة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كان يدافع عنه جبريل وميكائيل كما صح في الحديث. وانظر بقى كيف كانت نهاية أبي جهل كما صح في الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف، أنه كان واقف في الصف فلقى غلامين صغيرين واقفين حوالي يعني حوالي 12-13 سنة، فبيقول: فلم آمن بمكاني، كنت أتمنى كده أن أكون وسط اتنين كبار ما شاء الله أحميهم ويحموني. ففجأة لقى غلام منهم بيقول له: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ قلت: بلى. ماذا تريد منه يا ابن أخي؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفسي بيده
لئن لقيته لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منا. لو شفت أبو جهل والله العظيم ما هسيبه لحد يا نموت يا هو يموت. فالتاني راح مكلم برضه عبد الرحمن بن عوف سرا من صاحبه، كل واحد فيهم عايز يستأثر، كل واحد عايز يستأثر بقتل أبو جهل، فقالوا نفس الكلام. فعبد الرحمن بن عوف كان في قمة سعادته طبعا انه يكون واقف بين اثنين شباب ما شاء الله يعني بهذه الجرأة والحماسة والقوة. فأول ما بدأ الجهاد لقى أبا جهل يقاتل ويزول بين الناس يتحرك، فقال هل تريان هذا الرجل؟ قال بلى. قال هذا هو أبو جهل، هذا صاحبكم الذي تبحثان عنه. قال فانقض عليه كالصقرين فقتلا. فالاثنين من فرحتهم رايحين للنبي عليه الصلاة والسلام بيجروا فرحانين، واحد يقول له أنا اللي قتلته يا رسول الله، الثاني يقول له لا أنا اللي قتلته. فالنبي عليه الصلاة والسلام حب يطيب خاطرهم فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال بلى لسه مسحناش. فنظر النبي في السيفين وقال كلاكما قتل صلى الله عليه وآله وسلم. شوف برضو عداوة عمه اللي هو أبو لهب، أبو لهب وامرأته حمالة الحطب. سبحان الملك. أبو لهب كما ورد في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح عن ربيعة ابن عباد الديلي ان هو بيقول شفت النبي عليه الصلاة والسلام في سوق ذي المجاز وهو عمال بيدعو الناس ويقول يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، وعمال يذكرهم بالله ويدعوهم الى الله. بيقول وراءه وراء النبي عليه الصلاة والسلام رجل وضيء الوجه احول ذو غديرتين، وشه منور قوي وأحول وشعره منزل كده ضفيرتين، وهو يقول للناس لا تصدقوه إنه صابئ كاذب، لا تصدقوه إنه صابئ كاذب. قال فسألت عنه فقالوا إنه عمه أبو لهب. سبحان الله، كيف كانت نهاية أبي لهب؟ إزاي ربنا عقبه سبحانه وتعالى، إزاي ربنا أهلكه سبحانه وتعالى. ربنا سلط عليه جند من جنود وما يعلم جنود ربك إلا هو. مرض كانت أهل مكة كانت بتخاف منه جدا اسمه العدسة أو العدسة، مرض جلدي بشع جدا وكان بيودي بالإنسان في النهاية إلى الهلاك. فالمهم فكل واحد كان يشوف حد مصاب بالمرض ده كان الكل كان يتقيه ويبعد عنه ويخاف منه لحسن يتعدي، لأنه كان مرض معدي جدا. فقدر ربنا سبحانه وتعالى أن بعد ما مات أبو لهب ولاده الثلاثة سابوه بالمنظر دوت لحد ما أنتن وريحته فاحت، سابوه لمدة 3 أيام لحد ما راجل من أهل مكة اتكسف قال لهم كيف تتركون أباكم هكذا؟ فرح من قال له يعني احنا بنتقي هذا المرض وخايفين نتعدي، قال لهم ما تجوش بالكم أنا أعينكم. فبدأوا يغسلوه ويرموا عليه المية من بعيد، يعني يملوا كده أواني مية ويرموه عليه من بعيد، ثم احتملوه في قطعة قماش ورموه عند مكان كده ورجموه بالحجارة أو دفنوه بالحجارة، أسندوه إلى الجدار في أعلى الجبل ورجموه بالحجارة حتى يدفن. دي كانت نهاية أبي لهب. تعال نشوف زوجته بقى ليه أم قبيح اللي هي بيسموها أم جميل. أم جميل ديت لما المولى عز وجل بيقول تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. كان أبو لهب أبو لهب لما في يوم من الأيام النبي عليه السلام نادى عليهم حينما نزل عليه الوحي فقال وصباحا، يعني كأنه ينذرهم بقدوم عدوه. فاجتمعت قريش فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أني أخبرتكم أن جيشا من العدو مصبحكم أو مسوم أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب نفض حجره وقال ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. فنزلت تلك السورة تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخر سورة. زوجته اللي هي أم جميل كانت دائما تؤذي النبي عليه السلام، كانت تجيب الشوك وترميه في طريق النبي عليه السلام وتؤذي النبي بأقبح الألفاظ. وكانت في يوم من الأيام النبي كان جالس عند الكعبة مع أبي بكر الصديق، وهي لما نزلت بقى قول المولى عز وجل وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، طبعا اتضايقت جدا قالت بقى محمد بيهجوني وبيجيب سيرتي. فراحت رايحة لأبي بكر والنبي عليه الصلاة والسلام جالس بجواره، فأبو بكر قال يا رسول الله اختبئ حتى لا ترى. قال إن الله سيحول بيني وبينها. فراحت فبتقول له يا أبا بكر سمعت أن صاحبك هجانا. قال لا والله ما نطق بالشعر وما قال. قالت إنك لمصدق. فلما مشت فأبو بكر بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول يا رسول الله أما رأتك هذه المرأة؟ قال لا إن الله جعل ملكا أمامي يسترني حتى لا تراني. يعني ربنا جعل ملك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أم قبيح التي تسمى بأم جميل حتى
لا ترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فضلت هذه المرأة في عداوة النبي عليه السلام، وكان عندها جيد، كان عندها عقد غالي جدا. قالت والله لأنفقنه في أو لأنفقن ثمنه كله في عداوة النبي، في عداوة محمد صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام وهي محضرة رزمة كده شوك عشان تحطها في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، تعبت شوية فجلست عشان تستريح، فكانت نهايتها فخنقها ملك من ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى بذلك الحبل الذي كانت تحمل به الشوك، خنقها وراح مرجعها لورا كده وزقها لورا فخنقها فماتت. وكان المشهد الجميل العجيب ان هي يوم القيامة في نار جهنم، ابو لهب يعذب وامرأته تمسك شوك من النار وحطب من النار وترميه على حبيب القلب ابو لهب. فشيء عجيب جدا جدا، نوع من العذاب عجيب جدا بسبب عداوتها للنبي صلى الله عليه وسلم وبسبب عداوة أبي لهب للنبي عليه السلام. والعيلة كلها الحقيقة كانت عيلة عجيبة جدا، يعني حتى ابن أبي لهب اللي هو عتبة ابن أبي لهب كان في عداء شديد جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة ان هو كان يعني عقد، هو واخوه الثاني كان عقدوا على ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم. وكلام ده طبعا كان قبل الاسلام، فلما جاء الاسلام وحدثت العداوة بين ابي لهب وبين زوجته وابنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أبو لهب يعني قال يعني بيعاقب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان مسافر الشام هو وابنه اللي هو عتبة ابن أبي لهب، فعتبة قال له انتظر يا أبي حتى أذهب وأوذي محمدا. فرح له وبرح له قال له كلمتين في منتهى القباحة، بيقول له إيه؟ بيقول له يا محمد هو كافر، يقصد نفسه، هو كافر بالنجم إذا هوى وبالذي دنا فتدلى ثم تفل في وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطلق ابنته وردها عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. الله أكبر، دعاء بقى من النبي. النبي دعا على مين؟ على عتبة ابن أبي لهب طبعا، وعمل عملة قبيحة جدا ما فعلها إلا واحد أقبح منه برضو اللي هو عقبة بن أبي معيط. نشوف دلوقتي عمل إيه الرجل ده أو الشاب دوت، راح وبصق في وجه النبي سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. الواحد فينا يتمنى أنه يقبل حذاءه صلى الله عليه وسلم، فتفل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ابنتك طالق، وراح مطلق بنت النبي عليه السلام. وده كان كرامة كبيرة جدا، هو مش حاسس، كانت كرامة كبيرة جدا من ربنا سبحانه وتعالى لبنت النبي صلى الله عليه وسلم وللنبي صلى الله عليه وسلم بأن يطلقها هذا الشاب الذي كفر بالله سبحانه وتعالى. نزل هو وأبوه اللي هو أبو لهب، نزلوا في منطقة اسمها الشراء، مكان ما بين دمشق وما بين المدينة المنورة، وكانوا رايحين الشام. فلما نزلوا عدوا على راهب في صومعة، قال لهم ما الذي أنزلكم في هذا المكان؟ إنها مأسدة، ده المكان ده الأسود بترعى فيه زي الغنم، ده أنتوا أي مكان أي شارع هتمشوا فيه هتلاقوا فيه أسود هنا ماشية في الشوارع. فأبو لهب لما عرف هذا الكلام خاف على ابنه جدا. وبعدين هو وهو خارج معاه من السفر قال له يا بني والله إني أخشى عليك دعوة محمد، وإنك لا تعلم أنه مستجاب الدعاء، أنا أخشى أن فعلا أن أنت يكون هلاكك بسبب الدعوة دي. وبعدين وقال له إيه اللي خلاك تعمل كده؟ وبقى متضايق جدا جدا وقلقان. فراح مكلم الراهب ده قال له إنكم لا تعلمون مكانتي عندكم، أنا رجل ليا مكانة كبيرة جدا بين العرب، وهذا ابني قد دعا علي محمد وإنك لا تعلم أنه مستجاب الدعاء، فإني أخشى علي لأنه قال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك والأسود من فصيلة الكلاب. فبيقول له فأريد أن تحمو ابني. فقاموا عملوا إيه؟ حطوا ابنه في النص كده وحطوا جنبه متاع كتير جدا، وراحوا نايمين كلهم حواليه، وراحوا برضو حاطين متاعهم حواليه عشان إيه الأسد ما وصلوش خالص. فجاء الأسد بالليل، شوف قدر ربنا سبحانه، جاء الأسد بالليل وشم جميع الحاضرين، فضل يشمشم فيهم كده، وهو المسألة لو كانت مسألة جوع ما يأكل أي واحد، لا قعد يشم فيهم كلهم إلى أن وصل إلى عتبة ابن أبي لهب، خد بالك، فشم وجهه ثم أكله من وجهه. فقال أبو لهب قد علمت أنه لن ينجو من دعوة محمد أبدا، وشوف الجزاء من جنس العمل، هو تفل في وجه النبي والأسد أكله من وجهه، كان ممكن يأكله من إيديك، ممكن يأكله من رجليه، يأكله من رقبته، إنما هو وجه بوجه، والجزاء من جنس العمل. كما تعلمون جميعا أن من عاد النبي صلى الله عليه وسلم عاداه الله عز وجل، ومن عاداه الله عز وجل أهلك سبحانه وتعالى. وتعالوا نكمل مع بعض كيف دافع الحق جل وعلا عن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف كانت المشاهد الجميلة والجليلة في دفاع الحق جل وعلا عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن بعد فاصل قصير، صلى على حبيبك. اقرأ في الكتاب المصطفى.
الطبيب بالعيون والمشاعر واليقين رح نعيش بالقلوب مع كلنا نعرف المعنى وتيدينا الحكاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم رفع الحق جل وعلا عن حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: إلا تنصروه فقد نصره الله سبحانه وتعالى. كان في واحد اسمه عقبة ابن أبي معيط. عقبة ابن أبي معيط في يوم من الأيام كفار كريش حبوا يتريقوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وحبوا يعملوا موقف كده ويضحكوا ويمزحوا من خلاله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان ساجدا عند الكعبة، فالمشركين عزموا على بعض: أيكم يأتي بسلا جزور بني فلان؟ سلا جزور المكان اللي بيبقى فيه الجنين عند الناقة، يعني بعد ما بتولد طبعا مكان صعب جدا وموضع نجس يعني. فإذا به عقبة بن أبي معيط هو يخرج من كل هؤلاء الناس ويأتي بسلا جزور بني فلان ويلقيها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت النجاسات تسيل على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي شافت المنظر؟ فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم تتحمل وراحت زالت النجاسات، وقام النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة يدعو عليه، مع أن النبي قبل ذلك كما عند مسلم لما راحوا له الصحابة قالوا: يا رسول الله ألا تدعو الله على المشركين؟ قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعث رحمة. إنما في الموضع ده بدأ يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم عليك بفلان وعليك بفلان، ودعا على سبعة في هذا الموضع، والسبعة جميعا ألقوا في بئر القليب في يوم غزوة بدر. وهم راجعين طبعا عقبة بن معيط كان ليه موقف غريب تاني، ان في يوم من الايام كان عامل عزومه لكبار المشركين صناديد الشرك والوثنيه في قريش، فحب يعزم النبي صلى الله عليه وسلم. وخد بالك عقبه ده كان قريب قوي للاسلام، كان ممكن يسلم في لحظه لولا صحبه السوء. ففي يوم من الايام عزم النبي عليه السلام، فالنبي لقاها فرصه انه يبقى قاعد مع كبار القوم بقى والايه والمشركين اللي هم لو اسلموا هتسلم مكه كلها. فقال: طيب نقبل العزومه ونروح بنيه الدعوه. فراح النبي عليه السلام، فعقبة بن أبي معيط قال له: كل يا محمد. قال: لا أكل حتى تشهد، يعني تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فرفض. فقال له خلاص، فرفض. طبعا إيه، كان عندهم إكرام الضيف حاجة يعني عجيبة جدا أيام الجاهلية، فكان من العيب قوي إن الضيف يطلع من غير ما يأكل. فقال له: كل يا محمد. قال: والله لا أكل حتى تشهد. فإذا به يقول من وراء قلبي عشان يرضي الضيف: قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، طب اتفضل كل. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أكل النبي صلى الله عليه وسلم كان في صديق عزيز جدا لعقبة ابن أبي معيط، والطيور على أشكالها تقع. كان لي صديق اسمه أبي ابن خلف، كان من صناديد الكفر أيضا. فكان مسافر إلى بلد ما، ولما رجع استقبلته قريش وقالت له: ده صاحبك وحبيبك عقبة بن أبي معيط صبأ ودخل في دين محمد ونطق الشهادتين أمامنا. فرح لأبي بن خلف قبل ما يرجع بيته، جاي حزين جدا يعني، قال له: أصبأت يا عقبة؟ قال: لا ما صبأت. قال: إن كنت لم تصبأ بعد فاذهب وأذي محمدا صلى الله عليه وسلم. فرح عقبة بن أبي معيط عشان يرضي صديقه، راح للنبي عليه السلام فوجده ساجدا، خد بالك، فوضع رجله النجسة على مؤخرة رأس النبي وضغط عليه حتى كادت روح النبي صلى الله عليه وسلم أو كادت عيناه أن تنظران من رأسه. ثم بعد ذلك، بعد أن قام النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه عقبة وخنقه من تلابيبه وبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم نفس الفعلة التي فعلها عتبة ابن أبي لهب. فدعا عقبة بن أبي معيط فتفل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. في غزوة بدر أسر النبي مجموعة من الأسرى، كان من ضمنهم عقبة بن أبي معيط، ولم يقتل النبي أسيرا أبدا إلا عقبة. فقال له عقبة: أتقتلني من دون الناس يا محمد؟ قال: أجل أجل يا عدو الله. ثم نظر إلى أصحابه، قال: أتدرون ماذا صنع بي هذا الشقي؟ وراح حكي لهم بقى السي في والسجل العجيب جدا من الإجرام الذي مارسه عقبة ابن أبي معيط. طب صاحبه وحبيبه بقى اللي هو أبي بن خلف كان بيتجرأ على النبي عليه السلام، وكل ما يشوفه في مكة يقول له: يا محمد والله لئن لقيتك
واللاتي لئن لقيتك خارج مكة لأقتلنك. مرة واثنين وثلاثة. والنبي صلى الله عليه وسلم دائما كان شعاره العفو عند المقدرة، كان يعفو دائما، لكن أحيانا بيصل الأمر إلى موضوع ما ينفعش يتسكت عليه لأنه يبقى فيه مهانة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا والله لأقتلنك. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، أخذ النبي الرمح وضربه ضربة بالرمح. الرمح ده ما وصلوش، لكن ذبابة الرمح يدوب عملت له كدمة، كدمة كده صغيرة في صدري. فظل يخور كما يخور الثور، والناس تقول له: إيه ماذا بك؟ والله ما نزل بك إلا تلك، يعني دي كدمة صغيرة. فقال: والله لكأن جبال الدنيا قد سقطت فوق رأسي. وظل يخور هكذا حتى قتله الله عز وجل، ومات هذا الشقي وذهب إلى مزبلة التاريخ. وأسأل الله عز وجل أن يذهب بشار وأعوانه أيضا إلى مزبلة التاريخ إن شاء الله، وأن نرى فيه يوما أسودا قريبا إن شاء الله. إن في واحد برضو اسمه عبد الله ابن قمئة، في غزوة أحد النبي صلى الله عليه وسلم لما عصى الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا الجبل، وانقض خالد بن الوليد كان لسه ساعتها مشرك، وانقض هو من معه، وقتلوا 70 من خيرة النبي وأرادوا قتل النبي. في اللحظة دي اجتمع بعض المشركين عشان يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان منهم واحد اسمه عبد الله ابن قمئة، كان جريء قوي على النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة يعني غريبة جدا. ضرب النبي بالسيف على كتفيه ضربة شديدة جدا، ثم ضربه بحلقات المغفر، دخلت حلقات الحديد في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت في خد النبي صلى الله عليه وسلم. فقام أبو عبيدة ابن الجراح عشان ينزع تلك يعني الحلقات من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، هينزعها ازاي؟ انزع يشيلها بإيديه، فاستحي أن يضع يده على خد النبي، فأراد أن ينزعها بأسناني. كل ما يحاول يطلع حلقات الحديد من خد النبي صلى الله عليه وسلم سنة تقع تنكسر، لأن الحلقات كانت داخلة وماسكة قوي في خد النبي صلى الله عليه وسلم. ففضل يشيل 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 واسنانه كلها سقطت، لحد مع آخر سنة وآخر درس طلعت الحلقات من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فأصبح أبو عبيدة أهتما، بقى أهتم، لكنه ودي من ضمن الكرامات العجيبة لأبي عبيدة، لما كان من سنانه موجودة كان جميل، فلما كان أهتما دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بقى أجمل ألف مرة، حتى قال الصحابة: والله ما رأينا هتما كان أجمل من هتم أبي عبيدة، لأن أسنانه سقطت دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن قمئة بقى ربنا يعني عاقبه ازاي؟ هو حط اللي ضرب الحلقات في وجنة النبي عليه الصلاة والسلام وضربه بالسيف على عاتقه وقال له ايه؟ قال له: خذها وانا ابن قمئة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ أقمأك الله، إن شاء الله ربنا يهلكك ويدمرك ويزيلك من على الدنيا، ما لك أقمأك الله. انتهت غزوة أحد وعاد عبد الله ابن قمئة إلى بيته. كان لي شوية غنم عزكم الله، كان بيرعاهم فوق الجبل من جبال مكة في أعلى جبال مكة، وكان في خضرة وفي كده. فرايح بعد غزوة أحد وبعد ما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وطالع عمال بيشوف الغنم بتوعه وبيرعيهم ويأكلهم ويشربهم. فقام تيس صغير، خد بالك بقى، هذا الرجل كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يرسل له جبرائيل أو ميكائيل أو أي حد من الملائكة، أو يخسب به الأرض أو يصلت عليه أي، إنما تيس هو ده مقامه إن إحنا إن ربنا سبحانه وتعالى صلت عليه تيس صغير، خد بالك. فصلت عليه تيس صغير، فالتيس ده فضل ينطح فيه ينطح فيه ينطح فيه وهو مش قادر عليه، رغم ان التيس صغير وضعيف، بس ربنا اعطاه قوه، قعد ينطح في عبد الله بن قمئه لحد ما اسقطه وارداه من قمه الجبل، فنزل مقطعا حتة قطعا قطعا، نزل متقطع 100 حته بسبب ايه؟ ما لك اقمأك الله، دعوه من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام رجل، كما في الحديث الذي رواه البخاري، رجل أسلم، رجل نصراني أسلم وتعلم سورة البقرة وآل عمران، وكان من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد الرجل مرة أخرى. فلما ارتد قال: والله لا يعلم محمد ما يكتب ما يعلم محمد من الوحي إلا ما كتبته له بيدي، يعني الوحي ده مش وحي أصلا، ده أنا اللي مألف القرآن من عندي. فمات هذا الرجل بعدما تنصر، فدفنه النصارى فلفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، طبعا لأن الرجل كشف حقيقة محمد كما يقولون يعني فالأرض إيه، فهم جم نبشوا عنه الأرض، فأعمقوا ودفنوه فلفظته الأرض.
المره الثالثه اعمق ووضعوه في الايه في القبر، فلفظته الارض فعلم انه من عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم. اخر حاجتين عشان ما نطولش على حضراتكم في الحديث العجيب الذي رواه البزار بسند صحيح ان عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من اصحابه الى رجل من عظماء الجاهليه، بعث يعرض عليه الاسلام. فالرجل اللي هو رسول ورسول الله صلى الله عليه وسلم رايح بيعرض عليه، بيقول له نعم عصام، بيقول لك وتشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله وان في اله وهو الاله الواحد الاحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى. فقال وايش ربك هذا، من ذهب ام من فضه ام من حديد ام من نحاس؟ فالرجل الصحابي ده رجع قال للنبي عليه السلام، فقال له روح ذكره بالله مره تانية، في كل مره يسخر منه ويقول له ايش ربك ده، من ذهب ولا من فضه ولا من حديد ولا من نحاس؟ ثلاث مرات لحد ما في الاخر خالص دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فانزل الله عز وجل صاعقه على هذا الرجل فاحرقته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى قد ارسل عليه صاعقه فاحرقته، فنزلت تلك الايه ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. أختم بهذه القصة العجيبة. كان النصارى ينشرون دعاتهم بين قبائل المغول من أجل تنصير المغول. إيه اللي ساعدهم على كده؟ اللي ساعدهم إن هلاكوا عليه من الله ما يستحقه كانت زوجته امرأة نصرانية وكان بيحبها جدا وكانت مدللة عنده، فكانت بتقول له إذن لهؤلاء المنصرين أن يأتوا في وسط الجيوش والقبائل المغولية من أجل أن ينشروا النصرانية، والناس بقى تقتنع ما تقتنعش براحتهم، بس إذن لهم يعني ما توقفش أمامهم. فوافق هلاكوا على ذلك وترك هؤلاء المنصرين حتى ينصروا هؤلاء المغول. في يوم من الأيام راح النصارى في حفل كبير جدا، حفل مغول كبير جدا، بسبب أن أحد القادة المغول كان قد تنصر. فراح هناك، في أثناء الحفل قام رجل نصراني وبدأ يقول كلمتين ثلاثة وبدأ يسب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان في كلب كبير ضخم كده كان مربوط، فزمجر الكلب ثم اتجه نحو الرجل وعضه كده من إيديه أو من رجليه. فقالوا له ليه عملت كده، انت بتسب نبي المسلمين؟ فالكلب غضب له، قال لا الكلب لا يدري ما محمد ولا غيره، لكن كل ما في الامر انه كلب ابي، فلما لاني ببص له قوي كده فغضب، فراحوا رابطين الكلب تاني. الرجل النصراني بدا تاني يسب النبي عليه السلام، فزمجر الكلب وانفلت المره ديت واخذه فخلع عنقه فقتله غضبه للنبي صلى الله عليه وسلم. دي كانت صور يعني من دفاع المولى عز وجل عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله بكره اجازه ونلتقي يوم السبت ان شاء الله مع آية وحكاية. أسألكم بالله ألا تنسوا الدعاء بالاستقرار لمصر وبتأليف القلوب بين أهل مصر وبالدعاء لإخواننا في سوريا. الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، ادعوا لهم ربنا يفرج همهم ويحقن دماءهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الكتاب المستبين لما نقرأ في الكتاب المستبين.